أنا سارة الزعبي، بعد انتشار الفيديو الذي عبرت فيه عن حبي وولائي لدولة إسرائيل قيادة وشعبا، قام العديد بنشر تعليقات مسيئة وبذيئة وشتائم وتهديد وتحريض بالقتل. ووصل الأمر أن ينشر بيان تتبرأ عائلة الزعبي مني، لا لشيء إلا أنني أقول الحقيقة، هذه الحقيقة التي تعجز ألسنتهم عن قولها، الحقيقة التي يرونها بأعينهم ولكن بصائرهم عميت عنها. هناك البعض من عائلة الزعبي، هذه العائلة التي أفتخر بالانتماء لها والمشهود لها بمواقفها، هذه العائلة الكريمة مشهود لها بالانتماء لهذا الوطن والبلد الطيب، هذا البلد الذي أنصفنا ومنحنا الحقوق والديمقراطية. ولكن يبدو أن البعض يجهل ما معنى الديمقراطية، الديمقراطية التي تؤمن بحق الآخر في التعبير عن رأيه ومعتقداته. أما عن كوني صهيونية وقصدت فيها حق اليهود بإقامة دولة لهم في الأرض المقدسة التي وعدها الله لهم بكتب السماوية، هل لمجرد أني ذكرت هذا أصبحت في نظر البعض عميلة وخائنة؟ ألا يحق لي أن أفتخر بوطن يقدس إنسانيتي ويحفظ كرامتي وحقوقي؟ وردي لكل من أساء إلي واتهمني بالكفر وأنني لست مسلمة، لا تجعلوا أنفسكم إله لكي تحكموا علي بالكفر وبأن الإسلام بريء مني، حجابي وغطاء رأسي أعتز به شئتم أم أبيتم. وأنا أظهرت رسالة الإسلام السمحة التي تدعو إلى المحبة والسلام والتعايش، ديني لم يكن يوما صوتا للحقد والكراهية والتحريض كما تفعلون أنتم الآن. ألم يأمر رب العزة رسوله الكريم وأدعو لربك بالحكمة والموعدة الحسنة؟ هل الحكمة برأيكم أنني كافرة لمجرد أني عبرت عن اعتزازي ببلد يحفظ حقوقي ويحترم ديانتي؟ هل أصابكم العمى ولا تنظرون ما يحدث حولكم؟ هل تتعرضون للاضطهاد في إسرائيل كونكم عرب أو مسلمين؟ إن كان حبي لإسرائيل في نظركم كفر فأنا كافرة، وإن كان حبي لإسرائيل جريمة فأنا مجرمة. أنا لست خائفة ولن أصمت، وسأبقى صوت الحق وسأستمر بقول الحقيقة التي تخافون مواجهتها. وليعلم الجميع أننا نعيش بجنة، وأقول لكم استعملوا لغة الحب والسلام والتعايش بدلا من لغة التهديد والتحريض وبث الكراهية. والشكر لكل من دعمني من عرب ويهود. عاشت إسرائيل.